صباح الخير الغزالات ديالي، صباح الخير. كي صبحتوا على خير وبخير؟ اللي كيشوف لا فيديو في الصباح صباحكم مبروك، اللي كيشوف لا فيديو في الليل مساء الخير مساء النور. كي بقيتوا لاباس؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع لا روتين ديال الدار؟ كنتمناكم كاملين يا ربي على خير وبخير في احسن الاحوال يا ربي، وبالطاقه الايجابيه. طاقه 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 الطاقه الايجابيه بزاف تكون عندكم ان شاء الله، ما تكونش عندكم حديث الطاقه السلبيه. وهذا هو موضوعنا ده هاد لا فيديو ده هاد النهار. انا كان المغال هبط، داكشي ما بقيتش كندير لي فيديو، هبط هبط للصفر ما بغاش يطلع. وانا ندير واحد الحاجه ونتفكركم، قلت علاش لا ما بارطاجيهاش معكم حتى نتوما، سورتو اننا كاملين كنمروا من هاد الازمه ومن هاد الوضع بدون استثناء، يعني العالم كامل. علاش ما نعطيكمش شنو انا كندير وباش انا كنحيد الطاقه السلبيه، والناس باش نصحني وحتى الناس القراب ديالي اشنو كيديروا. الفيديو ديال هذا النهار كيهضر على الملحه، الملحه الخشنه او الملحه العاديه. دابا ما غاديش نقول لكم خرجوا وخذوا الملحه الخشنه، هذه كتشوفوا عندي راها الملحه عاديه، انا عندي الخشنه، ولكن بغيت نوريها لكم، بغيت نوريكم هكا الملحه عاديه باش ما تخرجوش تقلبوا على الاخرى. يعني سواء كانت عندكم الاخرى سواء هذه العاديه، مرحبا بجوج غينفعوا لهاد لا فيديو. ياك عندكم الفيديو، ياك عندكم الفيديو، ياك عندكم الملحه في الدار، وخليكم معايا تشوفوا هاد لا فيديو شنو غنقول فيه. راه شي حوايج مفيدين وغيفيدوكم، يفيدوكم. كاينين الناس اللي عارفينها وكاين اللي ما عارفهاش. الوغ الناس اللي ما عارفينش الملحه الحيه او الملحه العاديه او الملحه الخشنه لاش كتصلح، هي كتحيد سبحان الله الطاقه السلبيه. بصح البنات وتا الدراري راها كتحيد الطاقه السلبيه، كتخفف بزاف من التوتر وكتخفف من الام المفاصل والالام العضلات اللي حنا دابا كنعانيو منه بزاف. سورتو اننا غير في الدار ما كنخرجوا مع حتى حاجه، يعني كناكلوا ونعسوا والشغال شويه سبور، اللي كيدير سبور وصافي. كاين اللي ما كيدير سبور، ميم كان مولف بلا سال ما كيديرش سبور في الدار، كتجي ثقيله ولا الحركات كيجيو ثقال ولا ما كاينينش التسخينات ولا كل واحد والظروف ديالو. داكشي علاش نقول لكم نوضوا عفاكم ودوشوا ليا بالملحه، راها غزاله وغتحيد لكم الطاقه السلبيه، ما غيبقى فيكم حتى شي حاجه ان شاء الله. قولوا بسم الله وديروها بنيه حسنه. اللي عنده البانيو في الحمام ديالو ياخذ الملحه، يدير مقدار الماء ديالو في البانيو شحال كيدير، ما يكون الصابون لانه ما كيتوالموش، ما يكونش حديد الصابون، يكون غير الماء والملحه. شحال ما عمرتي ديال الماء تاخذوا 3% ديال الملحه او 1% او 2% ديال الملحه وتخويوه على داك البانيو، وخلي يكون فيه حتى اكثر من 20 دقيقه وردوا عليا الخبر. راه فريمون غزال تبارك الله، وربي كيساعد به وكتحيد كتزود الطاقه السلبيه كامله. واللي ما عندوش البانيو عنده بحال هاد الطريقه اللي وريتكم انا، خويوها في السطيل ولا في لوكور ديالكم، ديروها 20 دقيقه وبقاو عاد غسلوا بالماء وما تعاودوش بالصابون، لانه ما كيتعاونش ما كيتحاملش هو الصابون الملحه. الوغ هو راه كينظف اكثر ايام السموم اللي كاينه في الجسم، شي باش كتزود داك الطاقه السلبيه، سورتو انه كيزول السموم اللي كاينه في الجسم، لانك لا استحميتي بالماء بالماء والملح في البانيو ديالك او حتى في السطيل ديالك او درتي على الجسم ديالك، هو كيحيد الايونات السالبه وكيدير الايونات الموجبه، يعني كيحيد الطاقه السلبيه في مره، والسموم اللي كتطهر وكتادي للاسترخاء والهدوء. الجسم كتحس بيه مسترخي والهدوء، انت شخصيا كتحس براسك مسترخي واخا توقع قبلتك شي حاجه ما عندكش القدره باش تنير عليها ولا تعصب ولا تبكي، تتلقى راسك سبحان الله بحال اللي عاد خلقيتي، ما كاينش سموم، ما كاينش طاقه سلبيه، ما كاين حتى شي حاجه خايبه كدور لك في لوكور ديالك ولا في العقل ديالكم. هو اصلا كيخفف من الام المفاصل والعضلات حتى هي اللي قلت لكم كنعانيو منها دابا، لانك لا استخدمتو هذا الماء اللي قلت لكم بالملحه، فهو كيساعد على علاج الالام
العضلات والمفاصل، لانها كتساعد على تخفيف التشنجات العضليه. داك التشنجات اللي كتكون عندنا العضلات كتخففها وكتهدي المفاصل المؤلمه، وكتسبب في احتواء الملح على كميات كبيره من الكالسيوم. كيولي كاين الكالسيوم في الجسم ديالك بداك الملح اللي كدوشو بها. وكيف قلت لكم سورتو كتخفف من التوتر بزاف ومن تهدئه الاعصاب اللي كتكون متوتره، وكتخلص من الارق وصعوبه في النوم. اللي عنده صعوبه في النوم ما كيجيش النعاس دغيا، حتى هي الا دوشتي قبل ما تبغي تنعس ديرها، راها الانسان سبحان الله كينعس، لان كيف قلت لكم الجسم كيسترخى وكيحيد السموم عليه والطاقه السلبيه، الوغ الانسان اوتوماتيكمون راه كينعس. ومن غير هذا الشيء، اللي عنده مشاكل جلديه، اللي عنده البكتيريا والجراثيم كتواجد على البشره ديالو او على البشره دلو كور ديالو اللي كتكون مدار اليوم، راه حنا تنخرجوا تندخلوا تنتعرضوا للبكتيريا، كنقصوا في حوايج. واللي عنده رائحه القدمين حتى هما كتكون مزعجه، حتى هي يدير الماء والملحه راه غزاله، ما كتخليش سبحان الله الريحه القدمين ما تتخليش ريحه خايبه، بالعكس تنضفوا رجلين وتتحيد البكتيريا والسموم اللي فيها، ما كتبقاش الريحه. وبالنسبه للجسم والبشره ما كتبقاش شارفه. كتاخد شحال ما كان في عمرك، لو كور ديالك تيكون على حساب العمر ديالك، ماشي لو كور شارف والسن كيكون مازال صغير. واللي عنده الحبوب، اللي عنده المسامات البشره ما فيها ما نضيفهاش حتى هي كتنضفها، اللي عنده الحبوب ما كيبقاش الحبوب. عرفتي شنو هي؟ ديروا الملحه على لو كور ديال الجسم ديالكم مده 20 دقيقه، وانتم كديروا بحال شنو كنقولوا، بحال اذا فاش كنديروا هذا لوجهنا، بحال كنحيدو كنحكو، تبقاو تحكو تبقاو تحكو غوماج، تبقاو تحكو 20 دقيقة، عاد تصلوا بالماء وغادي تشوفوا كيفاش كيرجع لو كوغ، اللون كيرجع موحد، الحبوب ما كيبقاوش، البكتيريا الرائحة الكريهة ما كتبقاش، والماء ما يكونش عفاكم سخون وما يكونش بارد. عاوتاني خير الأمور أوسطها، يكون الماء دافي ما يكون لا بارد ولا سخون. كنتمنى اللي كيحس بالطاقه السلبيه الدايره بيه ينوض ويدير هاد العمليه في لا دوش. والمهم بنادم يدخل يدوش يتنقى، راح تنقى والريحه زوينه، حتى هي كتساعد في ان الانسان كترجع عنده طاقه ايجابيه مع شويه الشوكولات. كتساعد على انه يكون الانسان عنده طاقه ايجابيه، ما تكونش عنده طاقه سلبيه تضر بيه، لان لا دارت بينا دابا الطاقه السلبيه صافي مشينا انتهينا، راه ماشي بحال الايام العاديه. الانسان كيتخنق كيخرج كيتمشى 30 دقيقة كيدير وكيفعل، دابا راه صافي، دابا كاينه غير الدار. الحل اللي عندكم في الدار هو الماء والملحه مع الصلاه والقران، وربي معنا كاملين يا ربي، ويدوز هذا الشيء على خير وبخير ان شاء الله، ويفاجئ علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه يا ربي. من هذا لا فيديو ما ننساش نبارك لكم العواشر، وكنتمنى لكم ان شاء الله تدخل عليكم بالصحيحه والسلامه، وباش كنتمناو بزايد الرزق وكل واحد فيكم باش كيتمنى تحقق له هذا العام ان شاء الله، ويرفع علينا ربي هذا البلاء وهذا الوباء. وكنتمناكم على خير ديما يا ربي، كنتمنى لا فيديو يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم اكثر من القياس. لهلا يخطيكم عليا دراري وبنات، لهلا خطاكم كاملين، شكرا بزاف، شكرا على لي كومونتير زوينين، بحالكم كتزيدوا تشجعوني، ما مازال العائله صغيره، دابا تبقى تكبر ان شاء الله شويه بشويه. السلام عليكم.
getting close. Racing through the waves, I want to.